بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك: من يفديك في دمه نرخص له عروق الدم، واللي مهتاب منك إياك توهن وتهتابه، ولا تصحب ردية طبع اللي ما منه إلا الهم، وجاهك لا تحطه في مجالس ناس عيابة، ومن ينكر جميل الناس فالأيام يتندم، ومن يزرع لغيره شوك يلقى الشوك في بابه. وأنا بالعز أبي ربى مقامي واجتهد واهتم، أبي والقلب ينبض حب لا لنديت له يابه. ويا مرحبا، حياكم الله. عندي هذا الويند طبعا فيه المشكلة حقت ناط التانكي، الواير نفسه انقطع. طبعا الوصل حقت الواير هذه، دي هو هذا، هذا اللي يفك الغطا حق التانكي مقطوع، فراح اطلع الجزء هذا كله كامل، وراح اشوف له طريقة. ما ادري والله كيف اسويه، لكن اشوف له طريقة ان هذا اضبطه على هذا اللي هنا. ممكن اصبه بالرصاص، اسيح الرصاص واصبه واشوف له طريقة. المهم بعد ما افكه ربكم يدبرها. فراح افك هذا شلون ينفك. هذا طبعا مشقبيات، من الخف من هنا، هذه مشقبية هنا، وراح ايوه هذه مشقبية وهذه مشقبية هنا. طبعا السحب يطلع، اسحب وسحب ويطلع كامل. افك الجرم هذا واطلع برا واشوف كيف ازينه ان شاء الله. ويا مرحبا وحياكم الله. طيب الحين بلحم لحام قصدير، يجي في هذا المكان كذا، ولحم لحام قصدير ان شاء الله يزبط باذن الله. الحين كذا لحمته لحام قصدير، نركبه هنا ويجرب. طيب كذا خلصت لحمته لحام قصدير، ما شاء الله زبط. انا التانكي مقفل، طبعا هذا يبغى له تزييت، الحين زيته كذا تقفل كذا فك. الحين زيت البوابة، شوف ذهن نجرب. كذا تمام، زيت البوابة من هنا وزيت المقبض هذا. الحين تمام، ما شاء الله تبارك.